طيب استاذ نادر، بعد ان اجريت القرعه ووقع المنتخب الوطني للناشئين في المجموعه الاولى بجانب الجزائر البلد المستضيف ومنتخب فلسطين ومنتخب الامارات، قراءاتك لهذه المجموعه؟ لا انا افتكر انه بالنسبه لي مجموعه عاديه، يعني انا افتكر انه مشاركة المنتخب في المقام الأول ما مشاركة من أجل البطولة. نعم. لأنه أنا زي ما ذكرت لك في بداية كلامي إنه منتخب تم تكوينه خلال 3 شهور يعني. وزي ما أنت عارف إنه في السودان ما في منافسة بتاعت ناشئين. فالأولاد معظم يعني 90% من المنتخب الحالي للناشئين السوداني هم لعيبة روابط، يعني تم تجميعهم من الروابط، حتى ما عندهم أندية يعني. وما عندهم نشاط. فأنا بعتقد أن المشاركة هي بتكسب اللاعبين خبرة وبتوري يعني بتوري الجهاز الفني والإداري مدى قوة المنتخب، وهل المنتخب يحتاج لإضافات، هل هو يعني ممكن الناس يعتمدوا عليه في المستقبل كده. نعم. فأفتكر أنه مشاركة منتخب الناشئين السوداني في البطولة العربية مشاركة من أجل اكتساب الخبرة، خبرة البطولات، اكتساب حساسية المباريات كده. لكن أفتكر أنه ما مشاركة من أجل الفوز باللقب، لأنه لو عملنا مقارنة بين المنتخب السوداني وبقية المنتخبات نجد كل المنتخبات الثانية عندها دوريات. نعم حقيقة. وأعدت نفسها قبل 3 سنين 4 سنين عكس المنتخب السوداني. نعم.